يواصل مطار المدينة المنورة استقبال حجاج القرعة وسط تيسيرات مقدمة لهم من ضباط بعثة حج القرعة من وزارة الداخلية. هذا وأشاد الحجاج بمستوى التنظيم من ضباط وزارة الداخلية ومستوى والإقامة داخل الفنادق. يواصل مطار المدينة المنورة استقبال حجاج القرعة وسط تيسيرات مقدمة لهم من ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطات السعودية والترحاب بهم بالمطار. والله أنا أحب أقول لوزارة الداخلية والقائمين عليها شكرا جدا على خدمتكم لحجاج بيت الله، وإن شاء الله بإذن الله الخدمة دي تستمر لأن خدمة ممتازة جدا. حاجة جميلة، حاجة جميلة جميلة جميلة، يعني ما تتوصفش. كل حاجة كويسة ولا فيش حاجة وحشة. الإجراءات سريعة، ما وقفناش كتير. فرحانين قوي 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 قوي، كل حاجة حلوة. تحيا مصر. بمجرد الوصول يستقل الحجاج الحافلات المجهزة لهم لنقلهم إلى فنادق إقامتهم مع نقل الأمتعة والحقائب بمعرفة البعثة للتيسير عليهم. بالتزامن مع سرعة إجراءات تسكينهم قبل النزول من الحافلات من خلال الباركود، حيث يعرف الحاج رقم غرفته بفندق الإقامة الذي يتميز كغيره من فنادق حجاج القرعة بقربه من الحرم النبوي الشريف. منذ اللحظة الأولى هناك حفاوة في الاستقبال من بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أصحاب الفنادق لضيوف الرحمن بفنادق الإقامة، والذي انعكس على وجوههم التي بدت في ارتياح وسعادة لهذا الاستقبال والاهتمام بهم. فرحة ملهاش وصف خالص خالص خالص، يعني كنا بنحلم بها من زمان، ويعني فرحة وليها رهبة كده حلوة. تتميز فنادق إقامة حجاج القرعة بالمدينة إلى جانب قربها من الحرم النبوي الشريف بجودة الغرف وترتيبها والحرص على نظافتها باستمرار لتوفير الأجواء الصحية والنفسية للحجاج للاستمتاع بالأجواء الروحانية. الغرف هايلة جدا، الروم سيرفيس طول الوقت، الهاوس كيبنج طول الوقت، اي حاجه انا محتاجاها طول الوقت على طول في ضابط طول الوقت. متعاونين كويس جدا مع الناس الكبار والصغيرين، كله زي بعضه، شايفه الخدمه هايله. كل حاجه هنا الحمد لله متاحه، والاهم من برضه من الخدمه البعثه المصريه ما شاء الله ربنا يحميها، حاجه جميله. وتوفر بعثه حج القرعه بوزاره الداخليه وجبات جافه لحجاجها بمجرد وصولهم الى المدينه المنوره وفقا لبرنامج الرحله، على ان تسلم لهم وجبات مماثله بمكه المكرمه. بشكر وزاره الداخليه وبشكر البعثه المصريه اللي هي قائمه على الحج، لان بصراحه خدمه جميله جدا جدا، قايمين بواجبهم كويس جدا جدا جدا، مفيش اي حاجه بنعوزها او اي استفسار الا ما هم بيردوا علينا وبيكونوا معانا في كل وقت. هم مسهلين لنا كل حاجه من ساعه ما طلعنا من مصر لغايه ما رحنا المطار، وطلعنا من المطار جينا على الفندق والاوتوبيسات مستنيانا، والتنظيم رائع رائع رائع، ولا في ازدحام ولا في اي حاجه خالص. واحنا بنشكر وزاره الداخليه على المجهود اللي هم عاملينه والرائع دوت. تحياتي لوزاره الداخليه والبعثة القائمة على هذا العمل الجلل، وبنشكر السيد الرئيس السيسي وبنشكر كل القائمين اللي وفروا لنا سبل الراحة والأمان. هنا تقدم التيسيرات والخدمات لضيوف الرحمن، ولا يدخر أحد من القائمين على بعثة حج القرعة وسعا في سبيل راحة الحجاج. يتحركون بينهم لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم ورد على استفساراتهم، وهو ما أشاد به الحجاج. الخدمات هنا وما فيش أي حاجة، حسنا إن احنا بعيد عن بلدنا. الناس هنا ناس محترمة، ناس في قمة الأدب والاحترام، وإحنا بنشكرهم جدا جدا جدا
على تعاملهم معاني. يقضي حجاج بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية 5 أيام بالمدينة المنورة، يستمتعون بالصلاة في المسجد النبوي وزيارة الروضة الشريفة والسلام على رسول الله، وسط تيسيرات وخدمات مقدمة لهم طوال فترة إقامتهم. مرحبا. تسعى وزارة الداخلية إلى تقديم خدمة متميزة لحجاج القرعة، وهو ما بدا واضحا منذ لحظة استقبالهم الأولى بالمدينة المنورة، حيث وفرت لهم وزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطات السعودية كافة التيسيرات، واخترت لهم الفنادق بالقرب من الحرم النبوي الشريف. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.